برامج السرطان هذه قراءتك العامة، راح نلقي فيها نظرة أول على الطاقة العامة لهذا الشهر، ومن ثم وضعك المالي، الصحي، الحياة العاطفية، وأيضا أي أخبار تتوقعها أو بانتظارها أنت خلال هذا الشهر. عزيزي برج السرطان، طاقتك جدا جميلة وتبشر بالخير، لأن عندك كارت الشمس وهي كارت جميع النجاحات، تحقيق لجميع الأماني، المعاجز. فإذا كان لديك أي شيء أنت تتمناه وكنت بانتظاره في هذا الشهر، كارت السان هو طبعا برج الأسد أو الطاقة النارية، فأرى أنك حققت لحد الآن 9 الخماسيات، حققت لنفسك شيء يذكر، أنجزت، وصلت لمرحلة يعني تعبت على حالك، سواء جسديا ماليا في المهنة، تعبت على نفسك لحد ما وصلت لأمور معينة في بالك، نجاحات معينة على الصعيد المالي، خلينا نقول بشكل عام، لأن الخماسيات هي طاقة الأرض والمادة. ولكن أنت بارتقاب في هاي القراءة بالضبط، 9 الخماسيات قاعدة تطلع لي كأنك قاعد تنتظر شيء زيادة. الخماسي العاشر أن يأتي ويكمل عليك السعادة، يكمل مجموعتك. أنت تحس أن في شيء غير كامل عندك، احتمال إما أنك حققت النجاح المهني المادي وبانتظار الزواج والحب، أو العكس، حققت الزواج والآن أنت متفرغ نحو النجاحات المادية. ولكن هذا الشمس اللي راح سوف تسطع عليك في المستقبل، هذه ليست شيء تستطيع أن تنجزه بجهدك. أنت طبعا برج السرطان، كرتك هو كرت العربة الشريط، بطبيعتك تتحرك إلى الأمام وتنجز الكثير، دائما تتحرك إلى الأمام، دائما عندك تطور، تقدم، تسهيل الصعاب. فلحد الآن هذا يفسر مرحلة الاستقرار اللي وصلت لها نفسك، ولكن التاري يخبرك أن مرحلة انتظار التكملة الخماسي العاشر هي راح تكون مثل المعجزة، لأن هذه ليست بيدك أو بيدي. النصيب مثلا، النجاح، تحقيق السعادة الكاملة، أنت تقدر مثلا تحقق 90% سعادة، 98%، ولكن 100% يجب أن يكون فيها تدخل من الله، هدية من الله، هدية من السماء راح إن شاء الله تأتيك في وقت قريب، وراح تكمل عليك سعادتك اللي أنت قاعد تنتظر وترتقب وتحس أنها ناقصة. وأقول لك إن شاء الله، لأن أنت أشوفك في مرحلة حاليا ترقب، كأنك قاعد تطالع كل الإنجازات اللي سويتها لنفسك أو الأمور اللي مريت فيها عشان توصل لهالمرحلة، وتنتظر، تنتظر. ليش انتظارك؟ لأن أنت عارف أن الشيء اللي مفروض يأتيك لا تستطيع أن تجلبه بنفسك، يجب أن يأتيك من السماء. على الصعيد المالي، نجاحاتك المرتبطة بالحاضر سوف تستمر. إذا كان لديك، عندك Page of Pentacles، البنتكل الصغير، الخماسي الصغير، وعندك ملك الأرض أو الخماسيات، إذا عندك شيء بسيط صغير حاليا قاعد تشتغل عليه، احتمال انه يجلب لك دخل زاهد او زهيد، تمسك فيه بكل قوتك، لان هذه البذرة الصغيرة، المشروع الصغير اللي عندك، الحرفة، الهواية، الشغف اللي انت تعمل عليه، هذا باستطاعته ان ينقلك الى مرحلة ملك الخماسيات، ملك الارض، وهو ملك عنده التحكم على جميع عناصر الأرض بما معناه المادة، ملك المادة، ملك المصاري. راح يبدأ بشيء صغير عندك، وضعك المالي، بشيء بسيط عندك، بمشروع بسيط، فكرة بسيطة، وإن كانت بالنسبة لك غير كبيرة أو مهمة أو ذات صيت، ولكن هذه راح تتحول لك إلى سبب لجميع نجاحاتك المستقبلية على الصعيد المالي أو المهني. راح تأخذك هاي القفزة الكبيرة.
وبالنسبة لي راح تظل في مرحلة انتظار، لأن أنت قاعد ترتقب سعادة، لا تكملة سعادة، خلينا نقول مو قاعد ترتقب خماسيات أكثر. ولكن المضحك في الموضوع أن ستأتيك خماسيات أكثر، مادة أكثر، نجاح، أي شيء تحاول تسويه على الصعيد العملي راح تنجح فيه أسرع من الصعيد احتمالا العاطفي، لأن العاطفي راح يأتيك شوية بعد فترة، شوية للأمام، ولكن ليس الآن. الآن مكتوب لك وقت النجاحات العملية، أي شيء تضع يدك فيه راح يثمر، فاستغل الوقت حاليا في البداية وخذ الفرص اللي تأتيك. على الصعيد الصحي، أرى أنك يا برج السرطان كنت عارف أو مكتشف أن عندك أوجاع معينة، آلام معينة تأتيك ثم تذهب، ولذلك أنت كنت تهملها، لا تخبر الآخرين عنها، تداريها عن الناس. احتمال ألم يأتيك في الخاصرة، ألم يأتيك في مكان معين، تداري بينك وبين نفسك، تخبي عن أعين الناس ولا تستشير فيه أحد، وأنت قاعد تقلل من أهميته. فالنصيحة لك على الصعيد الصحي أن تفحص، أن تتكلم. أولا تتكلم إلى المقربين منك، ترى ماذا يشعرون عليك، وأيضا أن تفحص نفسك، تذهب إلى الطبيب وأن تفحص هذا الألم البسيط مجرد عشان تتأكد أنه هو مجرد ألم بسيط أو أوجاع عادية، يعني عشان تتأكد أنه ما في مشكلة كبيرة. لا تداري بعد اليوم على الصعيد الصحي، يقول لك لا تداري. على الصعيد العاطفي عندك تلاقي، أرى أنك مثل ما قلت لك أنت تنتظر، أنت عندك المال، عندك النجاح، وحتى إن لم تكن تمتلكه فهو موجود من أجلك. اللحظة اللي تقرر فيها أن تنجز أمور تجلب لك المال راح تستطيع إن شاء الله، ولكن أنت عينك على الحب، عينك على الشريك. قبل الأسرة أنت حاليا تفكر في الشريك، متى راح يأتي، كيف سيكون شكله، قاعد تسأل كثيرا متى، أنت مستغرق في التفكير. عندك ملك السيوف، طاقة العقل، احتمال أيضا أن يكون هو برج هوائي، ولكن أنت قاعد ترتقب وعينك على الشريك، متى راح يأتي، تحس أنه في تأخير في الموضوع، وكأنك يعني مثل اللي زعلان، بس زعلك من القدر، أنت زعلان وعندك مشكلة حاليا مع القدر نفسه أو مع النصيب، تحس أنه في تأخير، تحس أنه ليش أنا أخرتني، ليش أنا لحد الآن، أنا جاهز، أنا أملك كل المقومات، أنا أملك كل ما أحتاجه، ليش بس هاي النقطة، نقطة الحب مثلا، نقطة العاطفة لحد الآن ما حصلت. والجواب لك من التارو أن كل شيء سيأتيك كما تستحقه، ولكن في الوقت الصحيح، لأن أنت تريد شخص يكون يستحقك وتستحقه، مكافئ لك. التارو يخبرك أن لا فائدة أن مجرد تدخل في علاقات في هاي الوقت مع أشخاص غير مناسبين، أشخاص احتمال مجرد ينتبهون إلى وضعك المالي يحسون أن أنت مغري أو جذاب لأن وضعك المالي منيح. أنت تريد شخص يراك كما تراه، شريك مكمل، شخص تستطيع أن تبني معه. فالتارو يخبرك أن لا تسأل كثيرا عن متى، خليك أكثر صبرا، لأن كل شيء تستحقه وأنت تستحقه، متقابلين أنتوا على هاي الجهة، تستحقه، ولكن سيأتيك بعد فترة. في أمور معينة احتمال عندك في الكواليس عند هذا الشخص في الخفاء تحتاج أن تنتهي من أجل أن تستطيعون أن تلتقون في المنتصف وما يكون في أي عوائق زيادة.
لأن اللي قاعدة أسمعه أنه لما يصير اللقاء بينكم هني المفروض يكون لقاء سعادة، ما في زعل، ما في كدر، ما في علاقة ثلاثية، ما في طرف ثالث، ما في أحد ثاني في الصورة، لأن أنت تستحق السعادة. فمن أجل أن تأتيك فعلا السعادة بهالشكل وبطريقة أنت تستحقها شوي اصبر، فشريكك موجود، احتمال هو أيضا يمر بأشياء مشابهة لك، ولكن لا تتنازل. يعني حتى لو أني أحسك شوي تحس بالوحدة في هاي الوقت، أحسك لا تتنازل، لأن التاريخ يخبرك أن تكون شوي سنجل زيادة، أعزب لوقت زيادة، أفضل من أنك تكون مع شخص غير مناسب لك أو الشخص الخطأ ويكون مجرد مضيعة للوقت. عندك الكثير هنا من الطاقة الهوائية وبرج الميزان، احتمال أنه يكون برج هوائي، واحتمال هو أيضا ينتظر أشياء معينة تحدث في حياته من أجل أن يستطيع أن يحدث اللقاء بينكم، لقاء بدون دراما، بدون كدر. الصبر حلو. إذا كنت تنتظر أي أخبار معينة على أي صعيد من الأصعدة، فالرسالة مكررة بالنسبة لك أن ما تستحق موجود، ما تستحق أيضا ينتظرك ويترقبك مثل ما أنت مترقب وتسأل متى، نفس الشيء. ودائما أحس أن طاقتك هني صايرة عاطفية، تنتظر الحب أو الشريك، تنتظر أن يدخل أيضا هذا الشخص إلى حياتك. أنت مستعد لأنك سنجل، أنت مستعد أن يدخل هذا الشخص الجديد في حياتك. احتمال أن هذا الشخص حاليا يمر بمرحلة طلاق، لأن دائما ملكة السيوف تسمى الملكة المطلقة، الملكة اللي تمر في أمور كثيرة قبل أن تستطيع أن تحكم مملكتها، يعني هذه قصتها. فاحتمال أنك أنت جاهز أكثر من الشريك، الشريك عنده أمور شوي محتاج أنه يعملها من أجل أن من أجل أن تصلون إلى عشرة الأكواب مع بعض، السعادة المطلقة، الالتقاء، تحقيق الأماني، الاجتماع تحت سقف واحد في بيئة سعيدة ما فيها زعل، ما فيها خوف، ما فيها ترقب من أحد يدخل حياتكم يكدرها، طاقة سعادة ما فيها حزن. من أجل أن تصلوا لها في أمور شوي معينة تتطلب منك التفهم والصبر. ملك السيوف بالنسبة لي هو أيضا ملك أعزب، وأنت ابتدينا قراءتك بأنك أعزب، فهذه هي طاقتك. عليك شوي أن تصبر، فسعادتك موجودة، ولا تزعل من التارو أو من القدر أو من الله. يعني لا تكون مثل اللي كأنك مخذول أو فقدت الأمل، لا تفقد الأمل، شريكك موجود، واحتمال أنه أيضا يمر بأشياء معينة يحتاج ينجزها من أجل أن يحدث اللقاء بينكم أو تجتمعون، سواء أنت التقيتوا من قبل أو لم تلتقوا من قبل. هذه القراءة عامة. راح أسحب لك كرت تبع النصيحة يا برج السرطان. من أجل شهر أبريل، برج السرطان، نصيحة أخيرة شهر أبريل. I love you. These are powerful words. أنا أحبك. هذه الكلمات قوية. المضحك في الموضوع أحس أنت يا برج السرطان طلع لك هذا الكرت لأن أنت محتاج تسمع هذه الكلمة من شريكك. أنت محتاج حبيب في هاي الوقت. أنت تملك كل ما تريد على الصعيد المالي أو تستطيع أن تملكه، ولكن أنت تترقب كلمة أحبك أو تترقب وجود الحبيب في حياتك. أتوقع أن هاي الكارت طلع عشانك، عشان يوصلك إحساس الحبيب حتى وإن لم يكن موجودا في حياتك لحد الآن، حتى وإن كان مشغول في شيء ثاني حاليا.
الحب موجود، حتى وإن لم تلتقوا التواصل بينكم الرابط هو على مستوى الروح مثل السولميت. فإن لم تلتقوا لحد الآن، أتوقع أن لم تلتقوا لأن معاكس الاتجاه، فهو يحبك يبادلك، الحب موجود. فالتاري يخبرك بهاي الكلمة على لسان الحبيب حتى وإن كان لحد الآن لم يدخل فعليا في حياتك أو لم تحدث الشراكة. كرت أيضا راح أسحب لك تبع ما يجب أن تعرفه عن المستقبل بالخصوص. هالكرت سقط بالغلط، أسحب الكرت. هاي انقلب. أوكي. The lady of the gift. بالضبط. شنو قلت لك برج السرطان؟ سيدة الهدية، الكرم، استلام الهدية. برج السرطان، أنت بانتظار هديتك، وأنت تحس أن هديتك هو وجود هذا الشخص في حياتك وأن تكونون سعيدين مع بعض. قلت لك أنت وصلت إلى كل هذا بجهدك، تستحق أن ترفع القبعة من أجلك على إنجازاتك لحد الآن، ولكن أنت بانتظار هدية من السماء، وهاي الهدية مثل ما خبرتك راح تأتيك. فلا تفقد الأمل أو لا تتأفف لأن هي في الطريق. طلع لي كرت الهدية وهديتك.